السلام عليكم طلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما نكملين على محاضرات الأورجانيك كيمستري، المحاضرة السابقة تناولنا بها تشابتر 1 البارت الأول اللي هو عن الألكان. أخذنا كل ما يخص الألكان من تسمية، من تفاعل، من تحضير، وكذلك تحدثنا بها انترودكشن عن الهيدروكربونات. المحاضرة هاي راح نكمل بها عن البارت 2 من تشابتر 1 اللي هو عن الألكين والألكاين. من البار 2 أول جزء راح نتحدث عن الألكين. Introduction. Alkene are also called olivine. يسمى الألكين بالأوليفين. الجنرال فورمولا إله هو SNH2N. الألكين contain carbon carbon double bond. هذا معنى الألكين، على أن الأثر المرتبطة بين carbon carbon تكون double bond، وحدة سيجما وحدة باي. اكو عدة انواع او عدة اشكال راح تجي بها هاي الاثر، راح نتعرف على هاي اشكال الاثر وشلون تكون موجودة. Terminal alkene have the double bond at the end of the carbon chain. Terminal معناته double bond تكون بنهاية السلسلة. Internal alkene have at least one carbon atom bond to each end of the double bond. تكون ال double bond بوسط المركب. Cycloalkene contain a double bond in ring. Cycloalkene معناته انا عندي حلقة الكين تحتوي لي على آثرة مزدوجة. بأسفل السلايد وموضحت لكم الدبل بوند شلون تجي، وأنا مثال على كل وحدة اللي هي تيرمينال والإنترنايل والسايكلو الكين. بعد ما نكملين بالإنترودكشن عن الألكين، إحنا قلنا الألكين عبارة عن دبل بوند معناته آثرتين، واحدة من الأواصر باي والثانية سيجما. نوع التهجين راح يكون بعبارة عن تهجين SB2. الزاوية اللي راح تكون هي عبارة عن زاوية 120 درجة بأسفل السلايد، وموضحين الشكل احنا شلون راح تجي، والنوع التهجين ونوع الآثرة ورقم الزاوية الجذب. بهذا السلايد راح نسوف مقارنة بسيطة بين الألكان والألكين. مثل ما تعرفون الألكان اللي تحدثنا عنه بالمحاضرة السابقة او المحاضرة الأولى عبارة عن آثرة وحدة اللي تربط بين كربون كربون اللي هي قلنا آثرة السيجما. في حين بالألكين قلنا عندنا آثرتين، آثرة سيجما وآثرة باي. راح نجي هنا في مثال توضيحي. إذا أخذنا الإيثين والإيثان، الإيثان هو ألكان والإيثين هو ألكين. الطاقة اللي بالإيثين اللي هو أبو الدبل بوند 152، في حين الطاقة أو الإنيرجي العدي بالألكان اللي أخذنا المثال اللي عليه هو الإيثان 88. إذا طرحنا 152 اللي هاي الطاقة عبارة عن سيجما وباي، من طاقة الألكان اللي أخذنا المثال عليه هو الإيثان اللي طاقته 88 راح تظهر لنا 64. هاي الـ 64 تمثل طاقة الباي بوند أولي، فقط طاقة الآثرة باي. The باي بوند is much weaker than the sigma bond of a carbon-carbon double bond, making it much more easily broken. As a result, الكين undergo many reactions that الكان do not. لهذا احنا او حتى اذا تتذكرون بالسلايد مال الالكانات، ان الالكانات كتفاعل هي اقل وحده من الالكين والالكاين. هذا السبب او بهذا السلايد وضحنا السبب ليش، لانه طاقه الاثره باي هي اقل من طاقه الاثره سيجما. طاقه اثره باي 64 كيلو كالوري على مول، في حين طاقه اثره سيجما 88 كيلو كالوري على مول. جدا مهم هذا السلايد. Normally culture of alkene. أهم جزء عندنا اللي هو جزء التسمية. شلون راح نسمي مركب يحتوي لي على الدبل بوند. Compound with two double bond are named as diene by changing the an ending of the part alkan to the suffix adiene. Compound with three double bond are named as triene and so forth. Always choose the longest chain that contain both atom of the double bond. In naming cycloalkene, the double bond is located between C1 and C2, and the one is usually unpaired in the name. The ring is numbered clockwise or counterclockwise to give the first substituent the lower number. Compound that contain both a double bond and a hydroxy group are named as alkynol. And the chain or ring is numbered to give the OH group the lower number.
مثل ما تعودنا نسمي بالإلكانات، أول شيء راح نختار لنا أطول سلسلة كربونية. ثاني شغلة العدد أو الآصرة المزدوجة تأخذ أصغر الأرقام، يعني أنا من الآصرة المزدوجة راح أبدي أحسب أصغر الأرقام. إذا عندي حلقة، احنا قلنا لسه لو عندنا حلقة فعادة تكون الدبل بوند بين السي 1 وبين السي 2، يعني هي يعتبر من ما تبدي عندي راح اعتبرها هاي السي 1 هاي السي 2، لان هي الاصل المزدوجة تكون بين درتين كربون. بحالة انا عندي كمباوند او عندي مركب يحتوي لي على مجموعة معوضة او اتش ويحتوي لي على اصل مزدوجة، المجموعة المعوضة او اتش هي راح تاخذ اصغر الارقام، مثل ما موضحت لكم بالمثال اللي هو اسفل السلايد، الاثنين بروبان وان اول، الاثنين بروبان وان اول، فانا انطيت الوان اول للذرة الكربون اللي تحتوي لي على او اتش، والاثنين بروبان للاصل المزدوجة. المثال اللي جنبه 6 ميثايل 6 هبتان 2 اول، فانا الاصل المزدوجة انطيتها رقم 6 في حين الاو اتش الذرة الكربون الحاملة للاو اتش انطيتها رقم 2 اللي هي اصغر من الاصل المزدوجة. بهذا السلايد راح ناخذ أمثلة توضيحية وبسيطة جدا على كيفية تسمية مركب الألكين. عندنا مثل ما تشوفون أول إكزامبل يحتوي على أربع ذرات كربون، هاي أطول سلسلة كربونية، بما أنه أربع ذرات كربون معناته بيوتان، بس إذا ألاحظ هذا بآصرة مزدوجة فمعناته راح أسميه بيوتين، تمام؟ وين وجود الآصرة المزدوجة؟ بين ذرة رقم واحد وذرة رقم اثنين، إحنا قلنا الآصرة المزدوجة تاخذ أصغر الأرقام، يعني هذا راح أسميه واحد بيوتين. الاسفل من عنده الاكزامبل الثاني اطول سلسله كربونيه اربع ذرات كربون معناته بيوتان، بما انه يحتوي لي على اصل مزدوجه فراح اسميه بيوتين. هنا راح اجي احدد وين موقع الاصل المزدوجه، الاصل المزدوجه واقع بين ذره رقم 2 وذره رقم 3، احنا قلنا تاخذ اصغر الارقام فراح اسميه 2 بيوتين. المثال الثالث هم اربع ذرات كربون اللي هي اطول سلسله كربونيه فمعناته بيوتين، لان يحتوي لي على اصل مزدوجه، الاصل المزدوجة بين ذرة رقم 2 وذرة رقم 3، احنا قلنا تاخذ اصغر الارقام فمعناتها راح اقول 2، بالاضافة على انه ذرة رقم 2 بها مجموعة معوضة اللي هي سي اتش 3، فاحنا اول شيء نسمي المجموعة المعوضة، يلا اخر شيء اسمي المركب، ولازم اذكر بنهاية المركب انه احط رقم الذرة، وين بيا ذرة صار عندي الاصل المزدوجة، فراح اقول 2 ميثايل 2 بيوتين، 2 ميثايل معناتها ذرة رقم 2 عندي مجموعة معوضة اللي هي الميثال سي اتش 3. 2 بيوتين معناته الذرة رقم 2 أنا عندي آصرة مزدوجة، بيوتين هاي هي عدد ذرات المركب اللي موجود عندي. بهذا السلايد راح نتحدث عن بعض المصطلحات اللي تحتاجوها بالتسمية، بس شوية ركزوا وياي. أول وحدة إذا عندي CH2 دبل بوند CH، هذا الدش أو هذا الخط هاي معناته أكو ارتباط مباشر، أكو مجموعة ثانية مرتبطة بهاي الآصرة المزدوجة، فبهاي الحالة راح أسميه فينايل أو أسميه إيثانايل، وبعدين اكمل التسمية شنو المجموعة اللي عندي اعتيادية. ثاني نقطة او ثاني وحدة عندي CH2 اصر مزدوجة CH واكو CH2 والمجموعة مرتبطة بال CH2 بالنهاية، هذا راح اسميه 2 بروبانايل او بين قوسين الايل، تمام؟ اذا عندي المثال الثالث CH2 اصر مزدوجة C اكو خط داش وبالاسفل اكو CH3، هذا راح اسميه 1 ميثايل ايثانايل او ايزوبروبانايل. اذا عندي CH2 اصرة مزدوجة يعني برا الاصرة المزدوجة معناتها انا عندي مجموعة معوضة ثانية مرتبطة راح اسميه ميثيلين. شلون بالمثال اللي اسفل عندكم اللي عندكم هاي الحلقة اللي هي حلقة سايكلوهيكسين مرتبطة بها مجموعة نهايتها بها اصرة مزدوجة، فمواني عندي آصرة مزدوجة مباشرة مرتبطة بالحلقة فراح أسمي 1 فينايل سايكلوهيكسين. اللي جنبه CH2 آصرة مزدوجة مباشرة بها ارتباط حلقة اللي هو سايكلو بنتين أو سايكلو بنتان عفوا، فراح أسمي ميثيلين سايكلو بنتان. حطيت لكم بالجنب اكزامبلات اللي هن محطوطات بداخل حقل، فينايل كلورايد دبل بوند مرتبطة بها CL، الايل الكحول، بتشوفون دبل بوند اكو ارتباط يلا موجود عندي بعدين الاو اتش، فتختلف اول وحدة الفينايل عن الالايل. الفينايل حلقة مزدوجة مرتبطة بها مباشرة مجموعة معوضة، الالايل لا، حلقة مزدوجة مرتبطة بها ذرة كربون، بهاي ذرة الكربون هي مرتبطة عندي المجموعة المعوضة.
الأيزو بروبانايل بروميد عندي حلقة مزدوجة مرتبطة بها مجموعة البي آر. هذين المصطلحات تحتاجونهم أحيانا بالتسمية الألكين. بهذا السلايد راح ناخذ أمثلة توضيحية أكثر على كيفية تسمية الألكانات ونشوف الأخطاء اللي بالإمكان نقع بها. احنا قلنا أول شيء نختار أطول سلسلة كربونية. كلمة أطول سلسلة كربونية معناتها ذرات الكربون الحاملة للأواصر المزدوجة تكون ضمن السلسلة الكربونية. شوفوا لي هذا المثال، جهة كاتبة لكم بها كوركتر وجهة كاتبة لكم بها انكوركتر. الكوركتر معناتها هي هاي التسمية الصحيحة، الانكوركتر معناتها هاي تسمية خاطئة بالإمكان الطالب يقع بها. ليش اعتبرت هاي كوركتر وهاي انكوركتر؟ الأطول سلسلة كربونية حطيت لكم إياها داخل حقل مظلل أو داخل مربع مظلل. إذا تحسبوها نبدي نحسب من الأصرة المزدوجة، 1 2 3 4 5 6 7، هاي 7 ذرات كربون. 7 ذرات كربون معناته هبتين. اللي المثال اللي جنبه اللي هو نفس المركب بس هو اختار سلسلة كربونية أطول غير اللي احنا مختاريها، طلعت 8 ذرات كربون بس هاي اعتبرناها خاطئة، في حين هاي 8 ذرات كربون وهاي 7. ليش اعتبرناها خاطئة؟ لأن السي دبل بوند مو من ضمن أطول سلسلة كربونية. دشوفون السي اتش 2 خالها خارج الحقل المظلل، فاني هاي ما تفيدني لان احنا اطول سلسله كربونيه لازم السي دبل بوند من ضمن هاي السلسله الكربونيه. نرجع الكوركتر، اطول سلسله كربونيه عندنا 7 ذرات كربون معناته هبتين. راح اجي اشوف حول الاصل المزدوج شنو عندي. الذره كربون رقم 2 تحتوي على مجموعه معوضه CH2CH3، هاي معناتها ايثايل. فشلون راح ابدي اسمي 2 ايثايل 1 هبتين؟ 2 ايثايل 1 هبتين معناته بذرة كربون رقم 2 عندي مجموعة ايثايل مجموعة معوضة. 1 هبتين معناته الاصل المزدوجة تقع على ذرة كربون رقم 1. انتبهوا لي على المثال اللي اسفل السلايد، ماخذت لكم 3 امثلة على السايكلو الكين. احنا قلنا بالحلقة اذا عندي اصرة مزدوجة وعندي مجموعة معوضة، المجموعة المعوضة هي اللي تاخذ اصغر الارقام. في حالة المجموعة المعوضة كانت على نفس ذرة الكربون تحمل الاصرة المزدوجة. جدا مهمة هاي الملاحظة. اذا الاصرة المزدوجة او ذرة الكربون الحاملة للاصرة المزدوجة هي نفسها تحمل لمجموعة معوضة، شلون هذا المثال اللي عندنا؟ 1 ميثايل سايكلوبنتين. هاي 1 ميثايل هي نفسها ذرة الكربون تحمل لي مجموعة السي اتش 3 وتحتوي لي على الدبل بوند. فالدبل بوند هنا او السي اتش 3 هي راح تاخذ عندي اصغر الارقام. تمام؟ المثال اللي بالصف راح يكون توضيحي بعد اكثر. شوفوا لي هذا المثال، هذا سايكلو هبتين. باقول لي ذرة رقم 3 تحتوي لي على السي اتش 3، في حين ذرة رقم 1 هي اللي انطها اصغر الارقام تحتوي لي على الاصل المزدوجة، لانه السي اتش 3 مو على ذرة الكربون الحاملة للاصل المزدوجة. ذرة الكربون اللي تحمل الاصل المزدوجة تختلف عن ذرة الكربون اللي تحمل لي على المجموعة المعوضة، بهذا المثال قصدي اني. فلهذا هنا انا اعطى الاصل المزدوج اصغر الارقام، في حين الذرة تحمل لي المجموعة المعوضة اخذت الرقم اكبر، فصار عندي 3 ميثايل سايكلوهبتين. المثال اللي جنبه راح يوضح لكم بعد اكثر. يعني ايش عندي يعني؟ عندي اصره مزدوجه. طبعا هي الاصره المزدوجه لازم تكون بين ذرتين كربون. وحده من هاي ذرات الكربون الحامله للاصره المزدوجه تحمل لي مجموعه معوضه. والذره اللي اسفل من عندها اللي هي ما بها اصره مزدوجه بس هم تحمل لي مجموعه معوضه. هنا أنا ليش بالتسميه؟ ثم التسمية راح تكون باتجاه معاكس لاتجاه عقرب الساعة. انتبهتوا شلون صارت؟ هاي ذرة كربون رقم 1، الاصل المزدوجة منطيها رقم 2، ابدوا بعد بالعكس، 3 4 5 لحد ما وصل للستة. ليش مو ذرة الكربون تحمل لي مجموعة السي اتش 3 اللي هي رقم 6، ليش ما انطاها رقم 2؟ ما ترهم، لان انا عندي وهي عندي اصرة مزدوجة. فانا عندي الاصرة المزدوجة اللي بها مجموعة معوضة هي اخذت اصغر الارقام. في حين ذرة الكربون اللي هي رقم 6 الحاملة للسي اتش 3 هاي ما بها اصرة مزدوجة، فهاي راح تاخذ عندي رقم اكبر. اتمنى هاي الملاحظة تفهموها لان جدا مهمة. بالحلقة يا اما نسلي باتجاه اقرب الساعة او باتجاه معاكس لاتجاه اقرب الساعة، حسب النموذج اللي عندنا او حسب الكمباوند اللي عندنا. هذا اخر اكزامبل سمينا باتجاه معاكس لاتجاه اقرب الساعة. فصارت عندي التسمية 1 6 دايميثايل سايكلوهكسين.
معناته بذرة رقم واحد وذرة رقم ستة أنا عندي مجموعة معوضة اللي هي CH3، المركب هو سايكلوهكسين. راح أعيد الملاحظة، إذا عندي مجموعة معوضة وعندي آسرة مزدوجة، المجموعة المعوضة تأخذ عندي أصغر الأرقام. في حالة إذا كانت ذرة الكربون الحامل للآسرة المزدوجة هي نفسها ذرة الكربون الحامل للمجموعة المعوضة، لكن إذا عندي المجموعة المعوضة بذرة غير ذرة الكربون تحمل الآسرة المزدوجة، لا هاي راح نطيها الآسرة المزدوجة أصغر رقم، وهاي المجموعة المعوضة راح تأخذ عندي أكبر من رقم الآسرة المزدوجة. بهذا السلايد مثال توضيح على كيفية تسمية المركب. السؤال شو راح يجي؟ Give the ubiquitous name of the following alkyne. مطيتكم هذا الالكين، اريد تسموا لي حسب نظام الايوبك نيم اللي هو نظام التسميه العالمي. Step 1 find the longest chain that contain both carbon atom of the double bond. اختار اطول سلسله كربونيه تحتوي لي على الكربون دبل بوند ضمن هاي السلسله الكربونيه. اطول سلسله كربونيه محددتها لكم باللون الغامق، اذا تحسبون عدد ذرات كربونها راح تجدوها 6 ذرات كربون، معناته هذا المركب هيكسين، لأن هذا المركب يحتوي على الدبل بوند. أجي إيش بيه تفرعات أو إيش بيه مجاميع معوضة؟ إحنا قلنا الآسرة المزدوجة تأخذ عندي أصغر الأرقام، فالآسرة المزدوجة هنا أنا بعد رقمها من ذرة رقم 2 وذرة رقم 3. عندي ذرة رقم 2 مجموعة معوضة CH3 وذرة رقم 3 هم بيها مجموعة معوضة CH3، بس في الإنسان وضحت لكم الأرقام وأشر عليهم. ذرة رقم 5 هم تحتوي لي على مجموعة معوضة CH3، فشو راح أسمي هذا المركب؟ 2-3-5-3-methyl-2-hexene. معناته الذرة رقم 2 والذرة رقم 3 والذرة رقم 5 أنا عندي مجموعة ميثايل، فلهذا سميته 3-methyl 2-hexene. بذرة كربون رقم 2 أنا عندي الآسرة المزدوجة موجودة. بهذا السلايد راح نتحدث عن موضوع اسمه الستيروايزومر. إذا تتذكرون أخذنا بالمحاضرة الأولى الأيزومرات للإلكانات اللي هنا نفس عدد ذرات الكربون للمركب ونفس عدد ذرات الهيدروجين، بس أكتبه بصياغة ثانية أو أعيد ترتيبه، وبكتب مسوين لكم تايم تيبل. موضوع الستيروايزومر بالإلكين يختلف شوي، لأن عندي آسرة مزدوجة. بحالة عندي المجاميع حول الآسرة المزدوجة تكون متشابهة، مثلا انا راح يظهر عندي مصطلحين، مصطلح يسموه سيز ومصطلح يسموه ترانس. هسه اذا تشوفون هذا المركب اكو مره كتبناه سيز تو بيوتان ومره سميناه ترانس تو بيوتان، شو اللي يختلف عندي؟ انا عندي هاي السي دبل بوند سي، عندي هاي ذره الكربون او ذرات الكربون اللي تحمل لي الاثر المزدوجه. اشوف ترتيب المجاميع حولها، مثلا عندي الهيدروجين باول مركب السيز اثنيناتهم هم الاثر المزدوجين، اثنيناتهم ذرات الهيدروجين بأعلى المركب ومجاميع CH3 بأسفل المركب، يعني هاي المجاميع المعوضة تكون المتشابهات بنفس الجهة والمختلفات هماتين بنفس الجهة، يعني اثنيناتهم الهيدروجين للأعلى والأسفل CH3 اثنيناتهم للأسفل بالمركب، هذا راح أسميه سيز. بالترانس هاي المجاميع تكون متقابلة، شوفوا للمركب بهاي حول، طبعا أنا داحشي حول الآسرة المزدوجة فقط، فحول الآثر المزدوجة هذني الـ CH3 يكون المقابلات والهيدروجين هم يكون المقابلات، هذا يسموه ترانس. The same molecular formula and the same conductivity of their atom but a different arrangement of their atom in space. بهذا السلايد حطيت لكم بعد أمثلة توضيحية أكثر على موضوع السيز والترانس. موضوع السيز والترانس موضوع كلش سهل ودائما تجي عليه أسئلة. بعدنا مكملين بمصطلحات الايزومرز، بس هالمره راح يظهر لنا مصطلح اسم الاي ومصطلح اسم الزد. مصطلح السيز والترانس استخدمناه في حاله اذا كانت المجاميع المعوضه حول الاثره المزدوجه للسي دبل بوند سي كانت مشابهات، مثلا عندي 2 هيدروجين 2 سي اتش 3 2 كلورو 2 برومو، بس في حاله اذا عندي المجاميع حول الاثره المزدوجه مختلفات، مثلا عندي بالمركب اللي بالاسفل ده شوفوا مو سي دبل بوند سي، اكو مره ارتباط هيدروجين واكو مره ارتباط سي اتش 3 واكو الذره الثانيه مرتبطه بها سي ال، وبالاسفل من عندها مرتبط سي اتش 2 سي اتش 3. هنا انا ما راح ينفع استخدم مصطلح السيز والترانس لان المجاميع اصلا مختلفه، يعني استخدمه في حاله اذا كانت عندي المجاميع متشابهه،
بس هنا اربع هاي المجاميع الحول ذرة الكربون دبل بوند مختلفات. فهنا راح استخدم مصطلح اي والمركب اللي جنبه استخدمنا مصطلح زد. مصطلح اي معناته تكون اوبوزيت ومصطلح زد معناته تكون توجذر. شنو يعني اوبوزيت وشنو يعني توجذر؟ هنا راح اعتمد على القوى. بمعنى اني هاي ذرة الكربون الاولى المرتبطة او اللي تحتوي على آسرة الدبل بوند، وحدة بها ارتباط هيدروجين وحدة بها ارتباط CH3. راح اعتمد على اول ارتباط. الارتباط الاول اللي هو الهيدروجين العدد الذري الى 1، المرتبطة بها بالاسفل من عندها الكربون العدد الذري الى 12. ذرة الكربون الثانية تحمل الآسرة المزدوجة الارتباط بها كلور اللي هو CM هذا العدد الذري الى 17. اللي الاسفل من عندها اول ذرة المرتبطة بها اللي هي 12. يعني القوة مالتهم السي ام تعادل لي قوة السي اتش 3 او اثنيناتهم قويات فصارت اوبوزيت. فهذا راح اختار الاي. المركب اللي جنبه اثنيناتهم السي ام والسي اتش 3 صارت بالاسفل فهذني توجذر فراح اسميه زد. السلايد اللي بعده راح يوضح لكم اكثر معنى هذا المصطلح. بهذا السلايد بعد توضيحي اكثر على مصطلح الاي والزد. الاي معناته هاير رينج substituent on the opposite side. Z معناته higher ring substituent on the same side. مثل ما موضح لكم بالاسفل بالتوضيح اذا كانت عندي الهاير متقابلات واللور هم متقابلات هذا راح اسميه على المصطلح اي. لان هذني مصطلحات المانيه. الاي معناته انتجينين. في حين مصطلح الزيت تكون الهاير ان ذا سيم سايد بنفس الجهه واللور هم تحت ذا سيم سايد هذا يسموه مصطلح الزيت اللي هو جوني من كلمه ديسومنن اللي هو هذا مصطلح الماني او مصطلحات رومانيه. في بعض السلايد راح يوضح لكم على اي اساس بنعتمد على انه نختار هاي ذره الكربون هاير او هاي ذره الكربون لور. هنا نقول لك لوك ات ذا فيرست اتوم اتاك تو ذا الكين كربون. راح نعتمد على اول ذره مرتبطه حول الاسره المزدوجه. فراح نختار هاير اتوميك نمبر تساوي هاير بروبرتي اعلى ذرة او اعلى عدد ذري. في حالة اذا كانت الذرات اللي حولها متشابهات راح اختار على الذرة اللي جنبها وراح اعتمد على الهاير اتوميك ماس. تمام؟ مثل ما موضح لكم بالامثلة اللي بالاسفل. physical properties most alkene except only weak van der Waals interaction. اغلب الاواصر او الانتراكشن اللي بيناتهم تكون عباره عن قوى van der Waals. So their physical properties are similar to alkane. Alkenes have low melting point and boiling point. Melting and boiling point increase as the number of carbon increase because of increased surface area. Alkenes are also soluble in organic solvents and insoluble in water. The carbon single bond carbon between an alkyl group and one of the double bond carbons of the alkene is sulfatide polar because the sp3 alkyl group donated electron density to the sp2 alkyl group. هذا شنو بيحكي؟ اول شيء هنا اول خصائص الفيزيائيه للالكينات اللي هي تكون البويلنج بوينت والملتنج بوينت انها تكون لو قليله بس تزداد اذا زادت عدد ذرات الكربون. يعني مركب يحتوي لي على اربع ذرات كربون مو مثل ما مركب يحتوي لي على 10 ذرات كربون لان راح تزداد عندي السيرفيس اريا او مساحه السطح. الالكانات سولبل ان اورجانيك سولفنت تدوب بالمذيبات العضويه بس ما تدوب بالوتر. الاسره بين كربون انا مو عندي اسره مزدوجه. هاي الاسره المزدوجه اللي هي بالالكين موجوده اكو حولها ذرات كربون. نوع التهجين بالمجاميع الالكين حول الاثر المزدوج يكون تهجين sp3 في حين تهجين الاثر المزدوج يكون تهجين sp2. هاي الاواصر او هاي المجاميع المعوضه حول الاثر المزدوجه تكون يسموها مجاميع دونيت الكترون دينسيتي تكون باعثه للالكترونات للاثر المزدوجه. شلون ما وضحت لكم بالسهم. الكربون التحميل اللي تحتوي لي على الاثر المزدوجه تكون لها القابليه على اكسبت الالكترون، لها القابليه على انه تتقبل هاي الالكترون، لان هاي الاثر المزدوجه لها القابليه على انه ان تنكسر، فمن تنكسر راح تكون بحاجه او تحتوي لي على اوربيتال فارغ يتقبل الالكترون اللي راح يجيه من مجاميع الالكين اللي يحولها. بهذا السلايد راح نتحدث على موضوع الدايبول اللي هو القطبيه واختلافها بين مجموعه السترينز ومجموعه الترانس.
احنا السيز والترانز قلنا هو نفس المركب، ما عاد تكون عندي اختلافات بال او ترتيب الارنجمنت المجاميع المعوضة حول مجموعة او حول ذرة الكربون الحامل الاصل المزدوجة. سؤال، سيز تو بيوتان هاز هاير بويلينج بوينت اللي هو 4 درجة سيليزية ذان ترانز تو بيوتان اللي هو 1 درجة سيليزية. هو تو بيوتان سيز او ترانس توبيوتان هو نفس عدد ذرات الكربون ونفس عدد ذرات الهيدروجين ونفس اثنيناتهم يحتوون على الاصل المزدوجة. ليش السيز درجة غليانة بالتوبيوتان تكون 4 في حين الترانس بالتوبيوتان تكون درجة غليانة 1 درجة سيليزية؟ جدا مهم هذا السؤال. جوابه، in the cis isomers the two اللي هو الكربون sp3 تهجينه مرتبة الكربون تهجينه sp2 bond dipole اللي هو ثنائي القطب each other yielding a small net molecule dipole in the trans isomers the two bond dipole cancel. اللي يوضح لي هذا الكلام اللي رسمت لكم السيستوبيوتان والترانستوبيوتان، بقولي على السيستوبيوتان تكون مولر او مور بولر ايزومرز يكون اكثر قطبية. البسز وذرة الكربون الحاملة في الاصل المزدوجة حولها مجاميع السي اتش 3 اللي هي تكون بنفس الجهة اللي هن بالاعلى، اثنيناتهم يسولوا دونيتنج المجموعة تكون باعثات الالكترون المجموعة الكربون دبل بوند، فهذا راح يكون هاير بوينينج بوينت تكون سمول نيد دايبول يكون ثنائي القطب، في حين بالترانس مجاميع السي اتش 3 تكون متقابلة فراح تكون نوت نيت دايبول ما تحتوي لي على ثنائي القطب فتكون لس بولر ايزومرز. التوضيحي بعد اكثر، اسيز الكين از مور بولر ذان ترانس الكين جيف ات سلايت هاير بوينينج بوينت تكون اقل او اعلى من عدة درجة الحرارة and making it more soluble in polar solvent. جدا مهم هذا السؤال، فالاجابة عليه هو توضيحه كاملة الشرح بالاعلى وبالاسفل حول الاكزامبل الموجود اللي هو سيستوبيوتان والترانستوبيوتان. في هذا السلايد راح نتحدث على الكيميكال بروبرتيز اوف الكين بمعنى الرياكشنات اللي احنا اهم موضوع عندنا او ثاني اهم موضوع من بعد التسميه. مور رياكتيف ذان الكان، معنى الالكينات هي اكثر فعاليه من الالكان. عندنا 4 تفاعلات راح تدخل بها الالكينات، اول تفاعل اديشن اوف هيدروجين يسموه الهيدروجينيشن ريدكشن، ثاني تفاعل اديشن اوف هيدروجين هالايد يسموه الهيدرو هالوجينيشن، ثالث تفاعل الادشن اوف ووتر يسموه الهايدريشن، رابع تفاعل ادشن اوف بروماين اند كلوراين يسموه الهالوجينيشن. 4 تفاعلات مهمة، اذا تلاحظون الاربع تفاعلات هي عبارة عن ادشن معناته اضافة، فالاضافة دائما تكون لذرات الكربون تحمل للأواصر المزدوجة. كيميكال بروبرتيز، اول تفاعل او اول رياكشن راح ناخذه يخص الالكينات هو الهيدروجينيشن او يسموه ريدكشن. A hydrogen atom added to each carbon atom of double bond. A catalyst such as platinum or palladium. هذا التفاعل راح يتم باضافه ال H2 الى الجزيئه او المركب اللي يحتوي لي على الاثر المزدوج اللي هو الالكين. راح تتكسر الآثرة المزدوجة بين كربون كربون، فكل ذرة كربون راح تاخذ لي ذرة هيدروجين. طبعا هذا التفاعل ما يتم الا بوجود كاتاليست اللي هو البلاتينيوم او البلانديوم مثل ما انتم تشاهدون امامكم. فعندنا المركب اللي ماخذيه هو الايثين، راح اضيف للH2 بوجود البلاتين راح ينطيني الايثان، فانا قدرت اخلق الكان من الكين. التفاعل الثاني الهيدرو هالوجينيشن اوف الكين، هيدروجين هاليد مثل شنو عندنا HCl HBr HI، هذا يسموه هيدروجين هاليد او هيدرو او هاليدات الهيدروجين. كان added to alkene to form haloalkene. When hydrogen halide added a substituted alkene the halide goes to the more substituent C macronycophorons example. هذا التفاعل راح يتم باضافه هاليد الالكين اللي هو هيدروجين الهاليد قصدي عفوا اللي مثل HBr HCl HI، هذا راح نضيفه للالكين. هذا التفاعل راح يتم اضافته حسب قاعدة ماركونيكو. شنو هاي القاعدة؟ هاي القاعدة تنص على انه انا عندي اثرة مزدوجة بين ذرات كربون وعندي راح اضيف HBr، ذرة كربون راح تتكسر طبعا الاثرة المزدوجة بين ذرات الكربون، فاكو ذرة راح تاخذ هيدروجين والذرة الثانية راح تاخذ Br، انا على اي اساس اقسم؟
اقول هاي الاثر المزدوجه اللي تكسرت ذره الكربون هاي راح تاخذ هيدروجين والذره الثانيه راح تاخذ بي ار حسب قاعده ماكرونيكوف. ايش تنص هاي القاعده؟ على انه ذره الكربون تحمل لي اكثر عدد من ذرات الهيدروجين هي تاخذ الهيدروجين، وذره الكربون تحمل لي اقل عدد من ذرات الهيدروجين هي اللي راح تاخذ المجموعه الثانيه اللي هي سي ال او البي ار. راح نجي نوضح حسب الامثله. اول مثال عندنا اللي هو الايثين راح اضيف له الاتش بي ار. اول شيء راح تتكسر عند الاثر، فذره راح تاخذ هيدروجين وذره راح تاخذ بي ار. هنا انا ما عندي مشكله لان ذرتين الكربون تحمل لي الاثر المزدوجه اثنيناتهم يحملوا لي على نفس العدد من ذرات الهيدروجين، فاضيف هنا الاتش اضيف هنا البي ار ما راح تفرق عندي. المثال الثاني اللي هو السي دبل بوند سي، اذا تشوفون واحده من ذرات الكربون تحوي لي على اثنين هيدروجين والذره الثانيه تحوي لي على هيدروجين والثانيه تحوي لي على سي اتش 3. فشلون راح تتم اضافه الاتش سي ام؟ ذرة الكربون تحوي اكثر عدد من ذرات الهيدروجين اللي هي اول ذره تحتوي على اثنين هيدروجين، هاي راح اضيف لها الهيدروجين. الذره الثانيه اللي تحمل لي فقط هيدروجين وحده وسي اتش 3 هنا راح اضيف السي ام حسب ما موضحت لكم بالناتج اللي بعد السهم. المجموعه الثانيه هنا ماخذ لكم سايكلو الكين. ذره الاثر المزدوجه مجموعه تحتوي لي على اتش والمجموعه الثانيه تحتوي لي على سي اتش 3. فطبيعية البيها سي اتش 3 هي راح المجموعة الاثر المزدوجة المجموعة اللي تحتوي على سي اتش 3 هي راح اضيف لها الاي، والمجموعة اللي بيها الهيدروجين هي راح اضيف لها الهيدروجين. جدا مهم هذا التفاعل. بهذا السلايد راح اوضح لكم الميكانيزم مال التفاعل السابق اللي هو الهيدروهالوجينيشن. الهيدروهالوجينيشن تيك بليس انتو تو ستيب. In the first stage, hydrogen plus transfer from HBr to the alkene to form carbocation and bromine ion. بالخطوة الأولى الهيدروجين الموجود عندي المرتبط بال HBr هو اللي راح ينتقل عندي لمجموعة الالكين، فراح يظهر لي المركب يسموه الكربوكاتيون اللي بعد السهم الكربون تحتوي على مجموعة البلس. بلس البي ار ماينس اللي يسموها مجموعه البروماين ايون. بالستيب الثاني او الخطوه الثانيه السكند بي ار السالبه رياكت وذ ذا كاربوكاتيون تو فورم برومو الكين مثل ما هو موضح لكم بالاسفل السلايد. جدا مهمه هاي الميكانيزم. الرياكشن الثالث اللي يخص الالكينات يسموه الاديشن اوف ووتر تو الكين، راح يتم بتفاعل عن طريق اضافه الووتر الى الالكين. In the presence of a strong acid catalyst HCl or H2SO4 الكين رياكت وذ الاتش 2 تو فورم الكحول. تفاعل الاتش 2 اللي هو الووتر مع الالكين راح يتم عنه او ينتج عنه المركبات الكحولات، على شرط لازم موجود عندي كاتاليست اللي هو سترونج اسيد مثل HCl او H2SO4. Recall the acid form H3O positive in water. It is the H3O positive that reacts with alkene. Hydration reaction follow Mikronikov rules. هذا التفاعل أيضا راح يتم تحت قاعدة Mikronikov. أنا عندي الأثر المزدوجة اللي موجودة بالإلكينات مثال عليه الإيثين راح أضيف لها H2O. H2O عبارة عن أضافتين، ذرة راح تاخذ هيدروجين والذرة الثانية راح تاخذ لي OH. هاي الإضافة راح تتم حسب قاعدة ماكرونيكوف، ذرة الكربون الحامل أكثر عدد من ذرات الهيدروجين هي تاخذ الهيدروجين، وذرة الكربون اللي تحمل أقل عدد من ذرات الهيدروجين هي اللي راح تاخذ عندي OH، فعلى أساسها راح ينتج الكحول، مثل ما موضحت لكم بالأمثلة اللي أسفل السلايد. الرياكشن الرابع للالكينات اللي هو الهولوجينيشن اوف الكين اند الكاين. الهولوجين Cl2 or Br2 كان added to alkene or alkaline to form halo alkene. Alkene form dihalo alkene or alkaline form tetrahalo alkene. Reaction with cycloalkene produce a transfer product. التفاعل اللي يتم بإضافة هولوجين للالكينات، طبعا هنا الإضافة دائما تكون ذرات الكربون الحاملة للآثر المزدوجة فقط. مثل ما بالمثال الاول عندنا ايثين راح اضيف له بي ار 2، اول شغله تتكسر الاثر بين كربون وكربون، كل ذره كربون راح تاخذ بي ار. بالسايكلو كذلك في حاله عندي الكاين اللي هو تربل بوند فراح تتم الاضافه 2 بي ار 2 لان ما كثير راح تتكسر عندي الاثر، وبكل مره اضيف بي ار لكل ذره
راح تتحصل عندنا الناتج اللي هو بالآخر مثال. ثالث موضوع مهم عندنا بالالكينات اللي هو السينثيسيس او التخليق، شلون راح اخلق الالكينات او شلون احضرها؟ باربع طرق. اول طريقه الداي هيدروجينيشن اوف الكلايل هاليد، ثاني طريقه الداي هيدريشن اوف الكحول، ثالث طريقه الداي هولوجينيشن اوف فينايل داي هاليد، رابع طريقه الهيدروجينيشن اوف الكاين. اول طريقه لتخليق او تحضير الالكينات اللي هي سينثيسيس، اول وحده الداي هيدرو هولوجينيشن اوف الكلايل هاليد. عندي الكلايل هاليد اللي هو 2 برومو بيوتون مثل ما بالمثال الاول عندكم، حول السهم او اعلى السهم عندي CH3CH2ONA، والاسفل السهم CH3CH2OH. بدون هذين العوامل المساعده ما راح يتم عندي التفاعل. العمليه تتم كالاتي، راح اسحب البي ار اللي تحتوي لي على، راح اسحب البئر الموجود على ذره الكربون واسحب هيدروجين ثانيه، اما اسحبها من السي اتش 3 الطرفيه او من السي اتش 2 اللي هي المرتبطه مباشره بالسي اتش اللي تحتوي على مجموعه البئر. فبهاي الطريقه اقدر احصل على ناتجين، ناتج نسبته 19% وناتج نسبته 81%. اقدر احصل على مركبين يحتوي على اواصر مزدوجه، كذلك المركب اللي بالاسفل المثال اللي عندكم. بهذا السلايد الطريقة الثانية لتحضير الالكينات اللي هو الديهايدريشن اوف الكحول. الديهايدريشن اوف الكحول راح تتم بوجود اسيد اللي هو كاتاليست مثلا H2SO4 بدرجة حرارة 180، راح استخدم كحول، اي كان يحتوي على كحول اللي هو 2 هيدروكسي بيوتان. بوجود العامل المساعد للسهم اللي هو H2SO4 ودرجة حرارة 180، العملية تتم كالاتي، انه راح اسحب الـ OH من ذرة الكربون واسحب H، يا اما ال H اسحبها من ذرة الكربون ال CH3 الطرفية، او اسحبها من الذرة المرتبطة مباشرة بال CH الحاملة لل OH اللي هي CH2. بهالحالة راح احصل على مركبين، المركب الاول نسبته 30% والمركب الثاني نسبته 70%. ليش هذا نسبته 70 وهذا نسبته 30؟ كل ما تكون عندي الآصرة المزدوجة مو طرفية كل ما تكون أكثر استقرارا، يعني هسه هنا الآصرة الطرفية ذرة الكربون وحدة مرتبطة اللي تحتوي على الآصرة المزدوجة، ذرة الكربون الأولى بها 2 هيدروجين، فإحنا الذرة الثانية تحتوي على الهيدروجين والمجموعة الثانية CH2CH3، فهاي راح تكون المجاميع اللي حولها أكثر استقرارًا، مو بسهولة تكسر أو تحذف أو تستبدل، كذلك بالمثال اللي أسفل السلايد، وبعد توضيح أكثر على الطريقة الثانية لتحضير الإلكانات اللي هي الإلكينات عفوًا اللي هي الديهايدريشن أوف الكحول. الطريقة الثالثة لتحضير أو لتخليق الألكينات اللي هي دي هولوجينيشن. عندي ألكان يحتوي لي على 2 هولوجين مثل الألكان اللي بالأسفل اللي هو 2-3 داي برومو بيوتان. بوجود عامل مساعد الزيت ان، بوجود حامض اللي هو CH3C double bond OH، هنا أنا راح أحصل على مركب واحد، يعني أنا راح أسحب البي آر الموجودة بكل ذرة كربون، فمن اسحب هذين البي ار راح اعوض مكانهم باصره مزدوجه، تمام؟ فراح احصل على سيز اند ترانس. فهنا انا ما راح اخلق على مركبين من الالكينات، راح اخلق مركب واحد فقط. الطريقة الرابعة والأخيرة لتحضير الالكينات راح تتم، أو اسم هاي الطريقة الهيدروجينيليشن أوف الكاين. عندي الكاين انتبهوا لي على هذا التفاعل، مثل هذا الالكان اللي ماخذينكم اياه، هذا راح تتم به اذا ضفت له H2 بوجود ال Ni2B، راح احصل على مركب اللي هو السن اديشن معناته السز، فراح تكون الاضافات ال CH3 متجاورات. في حين اذا ضفت الاضافه الثانيه اللي اسفل السهم اللي هي الليثيوم او ال Na بوجود ال NH3، ال RNH2 راح احصل على Empty اديشن، الاضافات تكون متقابله، فمعناته راح احصل على ترانس. ها جدا مهمة، لان احنا احيانا نعطيكم تفاعل كامل واحنا نريد الناتج اللي بعد السهم شنو هو. فيا اما اجيب البعد، يا اما اجيب على السهم من H2 بوجود ال NiB راح يكون هذا الناتج. في حالة اذا جبت لكم المادة الموجودة على السهم او الكتاليست الموجود على السهم الليثيوم او ال Na بوجود ال NH3 ال RNH2 راح تكون عندكم هذا الناتج اللي بالاسفل. فهنا راح احصل على مركبين اللي هو السز او الترانس عن طريق الالكاين، الالكاين اللي هو يحتوي على تربل بوند
هسه راح نجي نشرحها بالسلايد اللي بعده. وصلنا لاخر جزء من الشابتر الون اللي هو الالكاين. راح نجي نتعرف على الالكاين شنو. الالكاين introduction structure and bonding. الالكاين contain carbon carbon triple bond. terminal alkyne have the triple bond at the end of the carbon chain so that hydrogen atom is directly bonding to a carbon atom of the triple bond. intra alkyne have a carbon atom bonding to each carbon atom of the triple bond. and alkyne has the general molecule formula CnH2n-2 giving the four fewer hydrogen than the maximum possible for the number of carbon present. thus the triple bond in introduce to degree of insaturation. الالكاين مثل ما وضحت لكم اللي هو التربل بوند ثلاث اواصر، اصر سيجما واصرتين باي، وموضحنا هنا بالستركتشرات شنو معنى التيرمينال الكاين والانترنال الكاين. هاي فد انترودكشن بسيطه عن الالكاين. بهذا التيبل موضح لكم اصغر الكاين عندنا اللي هو الاثيلين او يسموه الاستيلين. احنا لازم تكون عندنا بين ذرتين كربون، فمترهم الكاين بذره كربون وحده. فموضح لكم الاثنين البروباين طريقة اسمها الستركتشر شلون كتاب الملتينج بوينت والبويلنج بوينت اذا تدين تبون انه هي اصلا تكون بيها ديكريز وانكريز بالاعتماد على الستركتشر الموجود عندنا. ففقط جنرال انفورميشن عن الالكاين. اهم جزء عندنا اللي هو النومولكلتشر اللي هي تسمية الالكاين. طبعا تسميتها ما راح تختلف عن تسمية الالكين والالكان، فقط عندنا بالمقطع اللي بالاخير راح يختلف حسب اللفظ، لان راح يضاف مقطع ين اللي هو واي ان اي. فحتكون التسميه الالكاين ار نيمد ان ذا سيم جنرال واي ذات الكين ار نيمد ان ذا ايوبك نيم اللي هو نظام التسميه العالمي. تشينج ذا ان اندينج اوف ذا برانس الكاين نيمد تو ذا سفكس ين. تشوز ذا لونجست continuous chain that contain both atoms of the triple bond and number the chain to give the triple bond the lower number. compound with two triple bond are named as diene. those with the three named are is triene and so forth. هنا بس ملاحظة واحدة عندنا بالتسمية، في حالة إذا كان نفس المركب يحتوي لي على دبل بوند ويحتوي لي على تربل بوند، يعني بنفس المركب عندي آصرتين وعندي ثلاث أواصر مزدوجة، فأصغر الأرقام راح تاخذها الآصرتين اللي هو الالكين، بعدها راح نسمي الثلاث أواصر. طبعا تسميتها ما راح تختلف عن تسمية الالكانات إنه أو الالكينات إنه نختار أطول سلسلة كربونية. التربل بوند راح تاخذ أصغر الأرقام. بس هنا ملاحظة واحدة عندنا، إذا عندنا بنفس المركب يحتوي لي على آصرتين ويحتوي لي على ثلاث أواصر، فكمباوند بوث أ دبل أند تربل بوند آر نيمد أز أيين. ذا تشاين إز نمبر تو جيف ذا فيرست ستيت أوف انساتوريتد أيذر سي دبل بوند أور سي تربل بوند ذا لور نمبر. إف نمبرينج إز إيكوال ذا أين جيت ذا لور نمبر. هاوفر أين إز ستيل ذا برنس أندينج. في حالة إذا احتوى لي على آصرتين أو ثلاث أواصر، فالآصرتين قلنا هي تاخذ أصغر الأرقام، بس يبقى المركب يسمى على أساس الكاين وليس الكين، يعني تسميته راح تكون على أساس التربل بوند، يعني مقطع يين مو مقطع إين. فقط هاي انتبهوا لي الملاحظة جدا مهمة حسب المثال الموضح عندكم. وبعدنا مكملين على موضوع النومولكلتشر اللي هو التسمية. أصغر مركب الكاين عندنا اللي هو الإثيلين. طبعا احنا نسمي حسب نظام التسمية العالمي، بس اكو أسماء تجارية اللي هي يسموها الكومن نيم. ذا سمبلست الكاين سي تربل بوند سي نيمد ان ايوبيك سيستم از إثين از مور أوفتن كولد إثيلين، يعني المشهور به انه يسموه الإثيلين. إت از كومن نيم أو الاسم التجاري. ذا تو كاربون الكلايل جروب درايفد فروم إثيلين از كولد ethanol group. وهنا أنا بعض الامثله اللي حاط لكم اياها example of alkaline nomenclature، بعض الامثله على نظام التسميه ما راح تفرق عن تسميه الالكان والالكين، فقط بالمقطع الاخير راح نضيف مقطعين. reactions of alkyne. اهم او ثاني اهم جزء عندنا بعد التسميه اللي هو الرياكشنات. راح تدخل الالكاينات بسبع رياكشنات. اول واحد addition of H2 يسموه reduction. ثاني واحد addition of X2، X2 اللي هنا الهولوجينات مثل Cl Br الى اخره. ثالث واحد addition of HX. رابع واحد addition of H2O بوجود ال H positive معناته acid. خامس واحد as acid. سادس واحد Hg plus. سابع واحد الاوكسيديشن. هسه راح نجي نتعرف على رياكشن كلمه على حد.
اول رياكشن عندنا هو الاديشن اوف الاتش2، راح يتم هذا التفاعل باضافه الاتش2 اللي هو الهيدروجين الى الذرات الكربون الحامله للاواصر المزدوجه اللي هي التربل بوند. بما انه عندي ثلاث اواصر مزدوجه فراح تتم اضافه جزيئتين من الاتش2 بوجود الان اي. هذا التفاعل ريكوايرد كاتاليست ان اي بي سي اور البي دي، يعني ما راح يتم التفاعل اذا موجود عندنا الكاتاليست. فراح تتم اضافه اربع ذرات هيدروجين للتفاعل، كل ذرة كربون تاخذ لها ذرتين هيدروجين حتى اتخلص من الاثرتين المزدوجة اللي عندي وتبقى عندي اثر واحدة، وعن طريق هذا التفاعل احنا خلقنا الكان من الكين. بهذا السلايد عندنا ملاحظة على عملية اضافة او الاديشن الاتش2 الى مجموعة الالكاين. اذا ضفنا الاتش2 بالمخطط اللي بالاسفل بوجود عامل مساعد مثلا الان اي اور الليثيوم او الان اتش 3 راح تتم الاضافه انت، يعني راح احصل على اللي راح تكون المتقابلات. في حين اذا تمت الاضافه الاتش2 بوجود البي دي او السي اللينجر كاتاليست راح احصل على مركب اللي هو الساين اللي راح يكون متجاورات، يعني يا اما احصل على سيز يا اما احصل على ترانس، فحسب الاضافه او حسب الكاتاليست الموجود عندي. هاي ملاحظه يعني ان شاء الله تنتبهوا لها، واتمنى تنتبهوا لها، ملاحظه جدا مهمه وتجي بالتفاعلات. هنا انا ماخذينكم بعد مثال توضيحي اكثر على عمليه اضافه الاديشن الاتش2 للالكاين. ماخذين سي اتش 3 سي تربل بوند سي سي اتش 3، هي نفس الاضافه بس تختلف الريارجمنت او ترتيب الذرات حول سي دبل بوند حسب الكاتاليست الضافي على الساس. اذا ضفنا ان اي اور ليثيوم بوجود الان اتش 3 راح تكون انتي، راح يكون ان ترانس. الحين اذا ضفنا الاتش 2 بوجود البي دي واللينير كاتاليست راح نحصل على السيز، ومجرد فقط اعاده ترتيب. بس اهم شيء تعرفون الاسهم العوامل المساعده او الكاتاليست اللي اذا نضيفها شنو اللي راح تاثر على الناتج. الرياكشن الثاني اللي هو الاديشن اوف الاكس 2، الاكس 2 مثل ما عرفنا انه هي الهالوجينات، راح يتم هذا التفاعل على خطوتين. اول خطوه اضيف كل ذره كربون لها هالوجين راح احصل على اثر مزدوجه، لهاي الاثر المزدوجه الالكين راح اضيف لها الاكس 2 حتى احصل على الالكاين، او اقدر اقول 2x2 فاحصل مباشره على الكان من الالكين، مثل ما اوضح لكم بالمثال بالاسفل اللي هو CH3 C تربل بوند CH بلس BR2. فأول أضافة الكل ذرة كربون اللي هي حول الأسرة المزدوجة أو ذرات الكربون الحاملات للأسرة المزدوجة، كل ذرة راح تاخذ بي آر ذرة واحدة. الإضافة الثانية للبي آر 2 تكسرت آخر أسرة بقت عندي، فكل ذرة ماتن أخذت بي آر، فحصلت على مجموعة هاليد الألكان من الألكاين. الرياكشن الثالث للألكاينات اللي هو الأديشن أوف هيدروجين هاليد، معناته اتش اكس، راح اضيف الاتش اكس، الاتش اكس يا اما اتش اي يا اما اتش بي ار يا اما اتش سي ال، راح اضيف لمجموعه الالكاين. طبعا التفاعل راح يتم حسب قاعده ماركونيكوف مثل ما عرفتوها، ذره راح تاخذ هيدروجين والذره الثانيه راح تاخذ هالوجين، حول فقط ذرات الكربون الحامله للاثر المزدوجه. هاي اكثر من مره دا اكررها الملاحظه، لان يعني الاضافه دا تتم لذرات الكربون الحامله للاثر المزدوجه، فذره الكربون تحتوي لي على اكثر عدد من ذرات الهيدروجين هي راح تاخذ الهيدروجين، وذره الكربون تحمل لي على اقل عدد من ذرات الهيدروجين هي راح تاخذ الهالوجين، ويتم التفاعل بخطوتين. مثل ما عندكم بالمثال عندي ذرات الكربون اول شيء ضفنا لها اتش اكس، ذره اخذت هيدروجين وذره اخذت هولوجين، فقط عندي اثره مزدوجه ارجع اضيف اتش اكس مره ثانيه بحيث ذره تاخذ الاكس وذره تاخذ عندي الهيدروجين كما في المثال الموضح ادناه. الرياكشن الرابع اديشن اوف ووتر يسموه الهايدريشن. طبعا لان الاديشنات لازم تحفظون اسمائهم، يعني هولوجينيشن هايدريشن حسب كل واحد، لان احيانا نجيب بس هايدريشن مثلا. جدا مهم هذا التفاعل واتمنى تاكدوا لي عليه. التفاعل عبارة عن شنو؟ راح اضيف ال H2O اللي هو الماء اضيفه للالكاين بوجود كاتاليست مثل ال H بوزيتيف او ال HGO، راح احصل عن طريقه على مركب وسط اللي هو يسموه الإينول. طبعا الاضافه تتم حسب قاعدة مايكرونيكوف، ذرة كربون راح تاخذ ال OH اللي هي من ال H2O، ال H2O عبارة عن شنو؟ عبارة عن هيدروجين و OH، فالاضافة راح تتم ذرة كربون راح تاخذ هيدروجين والذرة الثانية راح تاخذ OH، حسب قاعدة مايكرونيكوف تتم الاضافة. هنا هذا الإينول هذا مركب وسطي يسموه كيتو إينول كيتومارزن. المركب النهائي اللي هو هذا آخر السهم اللي هو CH2 C double bond O داش حسب المركب اللي عنده شنو، فهذا يسموه الكيتون، والسلايدات اللي بعدها راح نوضح أكثر على هذا الأديشن.
بهذا السلايد راح نوضح لكم على تفاعل الهايدريشن اللي هو إضافة الـ H2O للألكين، يسموه electrophilic addition of water in the presence of strong acid or Hg positive catalyst. بحالة أنا عندي بهذا التفاعل لازم موجود عندي strong acid أو Hg. The element of H2 added to the triple bond، راح أضيف جزيئة أو عنصر H2O للtriple bond للألكين اللي هو احتوي لي على triple bond. The initial addition product، أول إضافة إلى أو أول ناتج راح أحصله من هالإضافة يسموه an enol is unstable and arranged، هذا يعتبر غير مستقر. طبعا بالمعادلة اللي بالأسفل توضح لكم هذا الكلام الثاني ده أشرح لكم إياه. To product contain a carbonyl group that، حتى أحوله إلى أكثر استقرار راح ينطيني ناتج ثاني that is C double bond O before the second addition can occur. A carbonyl compound having two alkyl group bond to the C double bond carbon is called ketone. يعني أنا المركب الوسطي أو أول مركب عندي من هاي الإضافة يسموه إينول، هذا يعتبر unstable أو less stable. لحتى أحصل على أكثر stable لازم أحول هذا المركب إلى كيتون. فأول تفاعل عندي بالهايدريشن عندي هذا اللي موضحت لكم بالمثال بالأسفل R C triple bond C R، راح أضيف الـ H2 اللي هي على السهم بوجود الـ H2SO4 أو الـ HgSO4، راح أحصل على هذا المركب. هي الأضافة عبارة عن شنو؟ ذرة كربون راح تأخذ هيدروجين، وذرة الكربون الثانية راح تأخذ OH اللي هي هاي باللون الأحمر حاطت لكم إياها. هذا يسموه إينول، هذا مركب وسطي unstable. راح أرجع أضيف مرة ثانية أو راح أفكك للمركب هاي الـ OH الموجودة، الهيدروجين البيح راح أضيفه للكربون اللي تحمل الهيدروجين باللون الأحمر. فهاي راح يصير هنا C double bond O، فبدي يصير عندي rearrangement. فهنا راح تكون عندي الـ H2 has been added، تمام؟ فراح أحصل على مجموعة الكربونايل جروب اللي هي C double bond O اللي بالنهاية يسموها مجموعة الكيتون. بعدنا بهذا السلايد بدنا نوضح على التفاعل اللي هو الهايدريشن اللي هو الاديشنال H2O للالكين. An internal alkyne will add water more easily in a presence of Hg. User lower temperature even though it will go only in the presence of acid. So normally H2SO4 and HgSO4 are both used in the hydration reaction. بهذا التفاعل راح نستخدم الاثنين ال H2SO4 وال HgSO4 حتى يقلل لي من درجة الحرارة. Consider the conversion of general enol. الإينول راح يرمز ل A to the carbonyl compound راح يرمز ل B. الكربونايل كومباوند اللي هو الكيتون آخر ناتج. فالإينول المركب الوسطي راح يرمز ل A والكربونايل كومباوند اللي هو الكيتون راح يرمز ل B. Compound A and B are ketomers. جدا مهم هذا المصطلح ودائما نجيبه. What mean of ketomers؟ ما هو ketomers of each other؟ ketomers هذا are isomer that differ only in the placement of one H and A is the enol form and B is the keto form of the ketomers. جدا مهم مصطلح الketomers. بهذا السلايد بيوضح لنا اكثر على مصطلح الketomers جدا مهم. يعني بالسلايد اللي قبل تعرف الketomers وهنا المخطط التوضيحي له. Consider the conversion of a general enol A. احنا قلنا الإينول راح يرمز ل A to the carbonyl group compound B. A and B are ketomers. A is the enol form and B is the keto form of the ketomers. Ketomers are concentration isomers that differ in the location of a double bond and hydrogen atom. Two ketomers are in equilibrium with each other. وهنا بهذا المخطط نوضح لكم هنا الإينول وهنا الكيتون، وبالرسم جوا مكتوب A وهنا مكتوب B. An enol ketomers has an OH group bonding to the C double bond C. A ketone ketomers have a C double bond O and addition a C bond H. Equilibrium force the keto form largely because the C double bond O is much stronger than a C double bond C. Ketomerization, the process of converting on ketomers into other the catalyst by both acids and base. جدا مهم هذا السلايد والقبلة. هنا نعطيكم مثال توضيح على اضافة ال H2 الى الالكين. فماخذ لكم واحد بيوتاين ضايفين لل H2 بوجود ال H2SO4 وال Hg، فالناتج النهائي اللي هو 2 بيوتانون.
سنعطيكم بدون المركب الوسط اللي هو الانون المجرد مباشرة محول لكم ياه للكيتون. بالمناسبة السي دبل بوند او لازم تكون وسط يعني ما ترهم طرفية لان هذا كيتون. فحول السي التحمل للدبل بوند او لازم تكون لجميع الكلية. فهاي ملزمين بها الاضافة احنا. الرياكشن الخامس از اسيد حاطيكم ملاحظة باللون الاحمر تيرملاين الكلاين اولي يعني هنا اضافة الحامض راح تكون طرفية فقط جدا مهمة اي وذ اكتف ميتالز. عندنا هذا الالكلاين الماخذين لكم اياه او الالكاين الماخذين ضفناه للان اي مجرد ما درت الكربون الاولى تحمل الهيدروجين عوضنا بدل الهيدروجين ان اي بقى المركب تربل بوند ما تغير بشيء. التفاعل بي وذ بيس اخذنا الكاين ضايفين ل اتش 3 ام جي بي ار حطنا على الناتج مجرد ما ذرت الهيدروجين الاولى ضفنا بمكانها ام جي بي ار. الرياكشن السادس اللي هو الاي جي بوزيتيف الملاحظه تقول تيرمينايل الكلاين اولي يعني الاضافه فقط تكون في حاله اذا عند الاثره اللي هي التربل بوند تكون طرفيه. فسي اتش 3 سي اتش 2 سي تربل بوند سي اتش ضفنا له الاي جي ان او 3 مجرد ما الهيدروجين الطرفي دخلت بدال الاي جي. المثال الثالث كتب لكم نو رياكشن يعني ما عندي الاثر الطرفيه مو تيرمينايل يعني الاثر الموجوده هنا صايره بالوسط فما اقدر اضيف الاي جي. فهاي جدا مهمه لازم تنتبهوا لها الملاحظه. اخر رياكشن عندنا اللي هو الاوكسيديشن. الاوكسيديشن الالكاين عندنا ثلاث اوكسيديشن يا اما كيمينوفور يا اما هوت كيمينوفور يا اما عندنا الـ O3 than Zn H2O. هنا عملية الاضافة راح تقسم المركب الى قسمين الـ RC triple bond CR. اول وحدة الـ RC مو الـ triple bond قبلها راح ينقسم المركب يعني كأنما هاي الاصل المزدوجة تنقسم بالنص فراح احصل على كاربوكسيليك اسيد تمام مثل ما وضحها لكم بالناتج اللي ظاهر عندكم بعد السهم. هنا انا ماخذ لكم ثلاث امثله توضيحيه على عمليه الاوكسيديشن اضافه الكيمين او 4 بالمثال الثاني اللي هو هوت الكيمين او 4 بالمثال الثالث اللي هو الاضافه راح تكون للالكان بوجود الاو 3 دان زيت ان اتش 2 او. بدا تلاحظون بالاضافه الاولى الكيمين او 4 راح ينقسم المركب بالنصف بالضبط نصف الاثر المزدوجه. فعندنا مو سي اتش 3 سي اتش 2 سي تربل بوند سي سي اتش 3 ونضيف له كيمين او 4 بالضبط بالنص وين الاثر المزدوج عندنا راح يصير صنفين. اول صنف سي اتش 3 سي اتش 2 سي راح اضيف لها دبل بوند او اتش اللي واضح حمض الكربوكسيلي بالاضافه لانه بعد الاثر بقت لي اثنين ذرات كربون هاي هم راح اضيف لها دبل بوند او اتش. في حاله اذا ضفنا الاكزامبل الثاني هوت كيمين او 4 راح احصل على كربوكسيليك اسيد بلس سي او 2 يعني ايش بقى لي انا قبل عندي الاثر التربل بوند جهه بها سي اتش والجهه الثانيه بها سي اتش سي اتش 3 فبالضبط راح تصير بالنصف عندي. المثال الثالث لما اضيف الاو 3 للسي اتش 3 سي تربل بوند سي سي اتش 3 راح احصل على جزئيتين من السي اتش 3 سي دبل بوند او اتش لان هنا المركب عندي متساوي عدد ذرات الكربون اللي حول الاثره. اخر موضوع عندنا مهم بالالكاين اللي هو السينثيسيس اوف الكاين. ثلاث طرق راح نحضر بها الالكاين. اول طريقه دي هيدرو هولوجينيشن اوف فينايل دايهاليد. الطريقه الثانيه كوبلينج اوف ميتال استلايد وجود السي اتش 3 اكس. والطريقه الثالثه بريبريشن اوف الكاين خاصه فقط بالاستلين يعني اخر طريقه فقط لمركب الاستلين. بريبريشن اوف الكاين الاستلين هنا هاي الطريقه عندنا مال بريبريشن خاصه فقط بمركب الاستلين يعني مو بكل الالكاينات فقط بهذا المركب. الاستلين كان بي بريبيرد فروم كالسيوم كاربايد اند ووتر راح احضر التفاعل سي اي سي 2 بلس اتش 2 او راح ينطيني سي تربل بوند سي. كالسيوم كاربيد is prepared by heating cook and calcium oxide in an electric furnace بدرجة حرارة 200-2500 درجة. أول شيء احنا حضرنا فعلنا الـ CA الكاربيد الكالسيوم وذا الـ H2O حصلنا على الاستلين. أصلا كاربيد الكالسيوم ما نحضر أحضره من تفاعل الكربون بلس CaO وحصلت عنا على الـ CaC2 جدا مهمة هاي طريقة تحضير الاستلين. السينثيز اوف الكاين هسه راح نجي على التخليقات الالكاين. اول طريقه قلنا عليها دي هيدرو هولوجينيشن اوف فينايل دايهاليد راح استخدم هاليد الالكين بوجود ال كي اي او اتش. هنا عمليه الاضافه راح تتم على انه
ذرة كربون أسحب من عندها الهيدروجين وذرة الكربون الثاني أسحب من عندها الإكس حتى أخلق ألكين. الخطوة الثانية الألكين راح أضيف لNaNH2، فذرة الكربون أسحب من عندها هيدروجين وذرة الكربون الثاني أسحب من عندها الإكس مال الهيدروجين الثاني حتى أحصل على الألكين. يعني عملية التخليق تتم بخطوتين وجدا مهمة. أول خطوة أضيف الKOH من كل ذرة كربون، ذرة أسحب من عندها هيدروجين وذرة أسحب من عندها الإكس. الخطوة الثانية أضيف الNaNH2، ذرة كربون أسحب من عندها الهيدروجين وذرة كربون الثاني أسحب من عندها الإكس لحتى أحضر الألكين. ملاحظة على التفاعل السابق، أقدر هذا التفاعل أحصل عليه بخطوة واحدة إذا استخدمت 2 من الKOH بس تكون هيت من نفس ذرة الكربون. أسحب من كل ذرة كربون هيدروجين وأكس حتى أحضر الألكين كما بالمثال الموضح أدناه اللي هو CH3CH2 CHBr. CH2 تحتوي على Br بنضيف لها الKOH ودان NaH2، فمباشرة أو بوجود الKOH هيت مباشرة راح أحصل على الناتج اللي هو الألكين، فراح أحصل على التربل بوند بين الذرتين الكربون اللي تحملوه على البي ار هن ذن راح اسحب، فيكون مكان الاثر التربل بوند بمكان البي ار مال كل وحده. بهذا السلايد حاطه لكم مخطط توضيحي على عمليه التفاعل الاولى اللي هي اللي اضافه الاكس 2 الى الالكين، والخطوه الثانيه اضافه الكي او اتش بوجود الان اي ان اتش 2 لها حتى احصل على الالكين. هنا انا فقط فد شيء توضيحي او فد ملخص على التفاعل السابق، لان التفاعل جدا مهم ولازم تفهمه. هنا كمثال توضيحي على التفاعل، في حاله طلب من عندنا سينثيسيس اوف بروبين فروم بروبان، اذا طلب من عندي اخلق البروبين من البروبان يعني اخلق الكين من الالكان، اول شغله راح اخذ البروبان اضيف له بي ار 2 بوجود الهيت راح احصل على هاليد الالكين، هاليد الالكين اضيف له الكي او اتش راح احصل على الالكين، الالكين ارجع اضيف له بي ار 2 مره ثانيه راح احصل على هاليد الالكين يحتوي على مجموعتين من البي ار، ارجع اضيف له كي او اتش احنا قلنا هاي راح تسحب من كل ذره بي ار وتسحب هيدروجين، اخر اضافه اللي هي NaNH2 راح احصل على الالكين. جدا مهم هذا التفاعل. السينثيسيس الثاني او طريقه التخليق الثانيه اللي هي كابلنج اوف ميتال استلايد وذ CH3 الكلايد هاليد. هنا عندنا في حاله انه مركب او عندنا الكين يحتوي على مثل على عنصر راح افعله ويا RX، فهذا العنصر راح يخرج عندي ويا الاكس اللي انا فاعلته وياها، تدخل بدلها مجموعة الار شلون ما هو عندنا مثلا ار سي تربل بوند سي ان اي بلس افاعلها ويا الار اكس دش، فالاكس راح تاخذ الان اي والار الموجودة بالاكس هي راح تدخل بدل الان اي، فمثل ما عندي بالمركب اللي هو بالاسفل توضيح مثلا سي اتش 3 سي تربل بوند سي ليثيوم بلس سي اتش 3 سي اتش 2 بي ار، فمجرد انه البي ار راح تاخذ الليثيوم والسي اتش 3 سي اتش 2 اللي باللون البيو راح تدخل مكان الليثيوم، وحصل بهالطريقة هذا على الألكين اللي أنا عنده.